احنا بنعمل سجاد يدوي، والمطلوب دلوقتي حتى في السياحة او في سياحة عربية او اجنبية بيحبوا الحاجة اليدوي. الشغل بتاعنا ده يدوي، السجاد بتاعنا يدوي، لكن اللي انتم بتشوفوه دلوقتي ده كل ده مكن. احنا مشهورين بالسجاد اليدوي من ايام الملك. السجاد اليدوي فيه اقبال عليه من السياحة؟ السجاد اليدوي ده المعروف، يعني اما نيجي نفرش قريه يقول لك انا عايز سجاد يدوي، كليم يدوي، في حاجه اسمها سنون، في حاجه اسمها تركي، في حاجه اسمها توبس. حاجات التوبس ده اغلى نوع من الكليم. دي اللي هي مكتوب عليها ايات قرانيه، دي بتبقى يدوي ولا بتبقى يدوي برضو؟ اسعار بتتراوح من كام لكام بقى؟ يعني مش كله، في من 50 جنيه لحد 150، كل مكان ليه اسعار. الاقبال دلوقتي كويس ولا كان الاول اكتر؟ هي الاقبال دلوقتي ضعيف علشان الايه؟ علشان امتحانات. الامتحانات موقفه حال البلد برضه. والغلا برضه عامل رجه برضه في الغلا. لسه في سياح بيجوا لك طيب؟ بسيط معلش. السياحه بسيطه. يعني احنا الحمد لله شغالين. بس يا رب البلد تفضل على كده. كل لما نيجي نقوم على حيلنا يحصل زقة من ولاد الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا حاجه، ده عملوا بيعملوا خراب. كل لما نيجي نقوم والدنيا تقوم والسياحه تمشي تيجي دقه من ولاد الذين امنوا يوقفوا البلد تاني. كل ما الدنيا بتهدى كل ما الحركه بتبدا تشتغل. الحركه بتمشي يروحوا يشوفوا الحركه ماشي بتاع البلد، يروحوا عاملين دقه ارهاب وقفت البلد. تيجي على الصناعي الغلبان، التاجر الغلبان اللي واخد دكانه مثلا ب 2000 جنيه ايجار وب 1000 ونص وفي دكاكين ب 10000 و6000 في الجماليه، كل ده على دماغ الزبون، على دماغنا احنا يا شعب يا مصريين. فاحنا عايزين لو البلد تمشي تبقى حال البلد حلوه. والله مصر فيها خير، والله مصر فيها خير في الاول.